رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين قال هذا أي فرح الله بتوبة عبده لا يوجد لها نظير في كل الطاعات، ما في طاعة الله نص على الفرح بها أو قريب من هذا الكلام إلا التوبة فقط، أن الله يفرح بتوبتك. وهذا يدل على عظيم فضلها. حتى أذكر ابن تيمية الله يرحمه نص على هذا أو على هذا المعنى في الفتاوى في المجلد العاشر حينما نقل قولا عن بعض السلف قال: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أحب العباد أو أحب الخلق إليه جل وعلا. لو لم تذنبون كما جاء في الحديث لذهب الله بكم، جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. هذا إذا تذكرته يوما، وأن الله أنت يفرح بتوبتك، بل من فرح الله بتوبتك يبدل سيئاتك أو سيئاتك حسنات ويجعلها نورا بعد أن كانت ظلاما، ويجعلها خيرا لك بعد أن كانت شرا عليك. الله غني عنك كمال الغنى جل وعلا، ومستغن عنك تمام الاستغناء سبحانه وبحمده، وأنت بحاجة إلى ربك تمام الحاجة. هذا يجعلك تتوب إلى الله وتقبل على ربك وسيدك ومولاك سبحانه وتعالى.